بلشت احفظ كلمات الفيزياء من اول وجديد. طبعا السنه الاولى سنه ثانيه هيك، بعدين شوي شوي الواحد يتعود. حاليا يعني في كلمات صعبه كثير، يعني حتى الاتراك ما بيعرفوها، شغله عفوا عاديه. ست بهاء، ممكن سؤال؟ بالنسبة لهذه المستويات، هسه احنا المفروض خلال هاي الدورة 7 أشهر ناخذ ال5 مستويات، تمام؟ ايه ممكن تحددي لنا مثلا كل يعني المستوى الواحد ايش قد فترة، مثلا انه يعني قسم من الطلاب بده يفهمون انه عندنا مجال هواية، بينما هو وقت احتمال ما يكفي يعني. كل مستوى بده يعني تقريبا شهرين ونص، هيك شهرين شهرين ونص. بس عندنا يعني شهرين ونص أنه مستوى الأول والثاني، هدول بيطولوا أكثر شيء، يعني نحن تمام، بنطول فيهم لأنه هدول أساس، عرفتي؟ نعم، إذا بعدين فينا نستعجل. تمام، تشكر بعدين. الجادر هو إذا أخذتي 4 مستويات كافي للغة. إن شاء الله احنا بنحتاج امتحان التومة، هم نكون متهيئين إذا هو امتحنا يعني. التومر خلاص عندك، باقي 4 مستويات خالصة تمام إن شاء الله. إن شاء الله. هلا هون براس لسه هنا عين، حكينا لكم، حكيتولي إنه ليش ما عم استخدم الدا. مثلا هون لازم بالسؤال يكون رسم دا دينيس بارم، رسم دا في الرسمة دينيس بارم، فهون بالجواب نستخدم الدا اللي هي رسم دا، يعني نقول أبد رسم دا دينيس بار، أو نقول هاير رسم دا أيوة. دينيس يوك، بس هو بالرسم في يوجد دينا برضه. وزمان نقول أبيت رسم ده تنس وار، وهيك بتكملوا حلو. هون 9 أشياء جملة لار هانجي رسمي جوستريو بوش طري يا زمان، يعني في مو عندنا الرسمة A ورسمة B. مثلا هون عم بقول الحكي عن أنه رسمة، يعني رسم ده جامي وار، في الرسمة يوجد ده أنا واحد فهون تكتبوا والباقي نفس الشيء، بأنه رسمي في الحكي بتحطوا يا يا ب. للعشرة الشاذكي صور الله جواب ليلم، يعني خلينا نجاوب على الأسئلة اللي تحت. لو كان تضا كيملار وار، يعني من يوجد في مطعم. لو كانت ضع، لو كانت لحالها مطعم، ضع في المطعم، من يوجد، والمن للجمع طبعا. أنا أقول برضه يزجكسنز مثلا أشتي وار، لو كانت ضع أشتي وار، شو يعني أشتي؟ ما حد يعرف؟ الزبائن يعني الزبائن مين يوجد بالمطعم الأساسي اللي بيساوي الأكل؟ طباخ. الشيف، الشيف، طباخ. إيه. طب ممكن نحكي مثلا جرسون، إيه فينا نقول لو كانت دا أشتش و جرسون بار. أها. مثلا فينا نقول pardon burada V olacak. V. V. Mesela hon aşçı virgül zebna fi yani ma'dudat nhut virgül yani fasile. Lokantada aşçı müşteri zebaen au zebun müşteri. Müşteri ve جيرسون و جيرسون بار يوجد. هذا الأساس يعني هيك بتكملوا، حاولوا إنه تحلوا، إذا ما قدرتوا نحل الدرس الجاي إن شاء الله نكمل.
بدقة. هون بامبيان شي يطم. هون لازم غارسون. أنا كاتبي غارسون. آه. نعرف الآه هيك. غارسون أوردر. تمام. ننزل. وراح ساوي الدرس الجاي كمان. مو مشكلة. هاي دين لما. نفتنا بالأونيت الثانية. ايه اي. مثلا الأونيت الثانية في هاي القاعدة. في عنا الباريوك أخذناها. يعني يوجد ولا يوجد. شوف هاي القاعدة. في أرقام أخذناهم بالدرس الثاني يمكن. الأرقام بس هون للمليار بيقولون. إن شاء الله درس جاي ناخده. وفي عنا الإنجي الأول الثاني كمان درس جاي رح ناخده إن شاء الله. اليوم أخذنا اثنين بكفي. عنا الوظائف أنا صفحات 24 23 22 ثلاث صفحات. تمام؟ لا تمام تمام تمام. لهون في عنا دين لما أو خلينا نساوي كون شما. كون شما تحدث أو تكلم. مثلا هون سيزن أودانزدا نلار بار. يعني بأوضتكم ماذا يوجد بغرفتكم؟ على طلب. مثلا طالع بأي رقم وصلنا؟ يم. سبعة. اوكي. يدي. بياض الثلج محمود؟ ايفيت ايفيت. محمود ايش يوجد في غرفتك؟ عفوا شنو السؤال؟ ماذا يوجد في غرفتك؟ ياتاك وشنو؟ ياتاك يعني سرير. باشكا ساندالية. ساندالية تمام كفي بس اثنين. ساندالية. ساندالية تمام. ثمانية. سكيس. دوكوف. إيفيت. إيفيت. سنين نقول أنتي سنين أوداندان نلار وار. Şifonyer var. Şifonyer. Şifonyer. Yer. Tamam. Başka? Var. Resim var. Resim var. Kazdık anne. Var. Resim. Kazdık anne. Tablo. Levha. Levha. Resim. Tablo. Ha. Tamam. Vaze var. Vazo. Vazo var. Tamam. Şuradan kul hor. Odam da figur feti. Odam da. Maliş la. La yumkun. Lavahak lil ana ve anta dolu kıddam. Tamam. Baş. Tamam. Hakiyet etsin. Şimdi on. عشرة. إحداش. اثناش. ثلاثة عشر.
لا بدي أقعد قاعد 14 يو كارتك هون بيش الحمد لله 15 دولاب senin odanda neler var dolap var dolap var iyi dolap var başka şu kemer mesela bakalım halı var sıcadi fazla halı ايش حكيتي؟ فازا فازو؟ اها كتبناه ليكو تمام هي نكتب دولاب و هالو var و اخر شيء نقول و هالو var تمام فينا نحكي انه مثلا موجود شباك موجود باب ولا هذا لا يعتبر من ضمن محتويات الاوضه المهم نحكي تركي تمام هاي نكمل بس احكي لي اياها بالتركي برنجة بانجيرة 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 بطانية كاب حكيتي كاب اها نعم كاب بطانية بطانية فار بطانية اين يعني مرأة اين اين بطان اين نية بطانية تمام أين أهم شيء أين مرآة في حدا حابب يضيف ماسة طاولة الكمبيوتر يعني لمبة هي بنقول لها ماسة ولا أوفيس لا الأوفيس المكتبة الأوفيس المكتبة الكبيرة المكاتب العامة مكتب يعني لشركة مثلا أو لجامعة أيوة أو سكرتارية بالضبط تمام تمام لمبة ممكن لمبة أبيت مرات بيقولوا أمبول 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 أو لمبة خليني أشوف لامبا نيرات نفس الشيء باشكا سجادة سجادة كتبت هل وين عليك ليك في هون سلة للثياب سابت سابت في تشوب كوتس تشوب يعني قمامة كتسو كتو يعني علبة علبة القمامة أو سلة القمامة فين نضيف الصورة ولا بقولوا له فوتوغراف باردة باردة ها باردة أين باردة ما نقول فوتوغراف فوتوغراف هي الصورة اللي بالتليفون تمام أو الصورة اللي بإيدك مثلا اللوحة اللي تقصديها هي تابلو كتبتها هون تابلو ايه ضل شيء ما كتبنا تمام هدول بس هدول في حدا عنده سؤال خلينا نشوف اليازمة ما بتكتبوا لي اليازمة انا ما اعطيتكم يازمة كتابة مرة أعطيتنا أول وحدة بس أول مرة
تمام هون في يازما ايش عم بيقول كاردكي رسم لرا بكالم يعني نطلع على هدول الرسمات اودالاردا نلر بار ماذا يوجد في الغرف فاكلي يزلم pardon فاكلري يزلم انه نكتب الاختلافات فيهم مثلا مثلا رسم دورتا بامبا ساندالية بار رسم بيردا بامبا ساندالية يوك قابرنجي ساندالية بار يعني يعني بيقول الصور هاي دوردنجو يعني في الصورة أربعة هاي بيقول في كرسي زهري في الأربعة هيك هون مو مبين منيح بس موجودة رسم بيردا في الرسمة واحد لا يوجد كرسي زهري فمبا ساندالية يوك قهوه‌رنگی ساندالية بار قهوه‌رنگی يعني بني يوجد كرسي بني اللون فأنتوا على هذا النمط اكتبوا مثلا بين رسمتين مثلا هون مثلا ما في شباك هون بالاثنين في شباك بالأربعة ما في مثلا رسم إكيدا بانجرة فار رسم دورتا بانجرة يوك مثلا رسم إكيدا ماضي ساندالية فار كتبت لكم الألوان لا الألوان لا أكتب لكم الألوان قبل ما أسكر مافي يعني أزرق مافي مور بنفسجي صر أصفر كرمز أحمر بياز بياز أبيض يا أسود يشيل يشيل أخضر قهوه رنجي قهوه يعني قهوة رنجي لون رنج لحالة يعني لون قهوه رنجي لون القهوة يعني بيقولوا للون القهوة بني قهوه رنجي ايش طال في غير الوان برتقالي ترنجو ترنجو زهري بامبا بامبا الرمادي ايفيت غري غري نفس الاسود اسود الاسود سياه سياه ايفيت هلا بقى عندنا اتشك نزل تحت اتشك مافي أتشك يعني مفتوح أو فاتح مافي أزرق حكينا يعني أزرق فاتح أتشك مافي في كويو كويو مافي يعني أزرق غامق كويو يعني غامق في عنا دول بيستخدموها كرا يعني بمعنى انه اسود مرات يستخدموها مكان الاسود كارا كيدي مثلا شو يعني كيدي قطة ايه كارا كيدي يعني قط الاسود بمعنى كارا جير ما اكتبه هون كارا جير كارا جير يعني الكبد بيحكوها كرا يعني أسود جير
يقولوا جير صار جير في أك جير أك جير bak çiğer yazdım yanlış ç değil c ciğer karaciğer akciğer el ak معناه ابيض ak فهي تقال الرئه akciğer karaciğer الكبد فيعني عن الالوان انا بحكي كرا اسود والاك ابيض يعني مرادف للكلمة قرا يا أك أبيض بياض أبيض بياض ليش طال ألوان ما ضل هسه اقرأهم مرة تانية ماضي مور صار كرمزة بياض يا يشيل أهرنجي برونجو همبة غري أشيك مافي كويو هذا كويو مافي كارا إذا أك في حدا عنده سؤال عن الألوان قبل ما أسكر؟ بس عارفة إن اللي صار أنا بالنسبة لي عم بحكي عن نفسي عارف صار في عندي overlap صار كله يدخل على بعضه ليش؟ مش عارفة عن جد مش عارفة مو مشكلة هو نحن نفوت على الدرس كنا ندخل على الدرس ما نفهم شيء نروح على البيت نحفظ لحتى نفهم أها. يعني أنا طبيعية خلص تمام إذا هي طبيعي مية بالمية والله يعني شاركك شو الرئيسة لينا نفس الحالة جاي يصير عندنا يعني ما أدري إنه أكو كم من المواد جاي تدخل يعني في آن واحد وإحنا هنكون صريحين إحنا ما زلنا يعني هنقول ما نعرف التركي وفجأة أنه كل الأمور جاي تجي يعني هن أقول قواعد وقراءة وأحرف وكل الأمور تجي بآن واحد يعني أنا القصد أنا الأخت اللي تكلمت وقالت لازم نأخذ الكتب ورانا منهج أتوقع يمكن هي الأخت عدها فد يعني خبرة سابقة باللغة التركية احنا شنو إن شاء الله أريد احنا يعني من سجلنا بالدورة يعني هنكون واقعيين إنها ما نعرف شيء إحنا بالتركي يعني من الصفر فمثل ما قالت ستلينا إنه جاي يصير كم أتمنى إنه شوي نتوقف ولو هنسوينا نقول تيست سوينا تيست باللي أخذناه ست بهار هو التيست وين تعرف دقيقة فتح. يعني